مشاكل جمة تحيط بصندوق النظافة وعماله، لكنه وفي هذه الأثناء يتم رفع الإضراب وتنظيف المدينة المليئة بالأوساخ والقمامة. وشهدت مدينة تعز منذ 4 أيام إضرابا كدست القمامات في شوارعها بشكل كثيف، مما أضر كثيرا بالسكان وزاد من انتشار الأوبئة والأمراض. طبعا اتفقنا على النقاط الثلاثة الموجودة، اللي اولا إقالة المدير السابق، رفع الإضراب، استيعاب الكادر الرسمي والمتعاقدين للعمل. رفع الإضراب، وكما ترون الآن العمل استأنف الآن وسوف يدشن من شارع جمال من هنا من امام المحافظة، الى جانب نزول مدير عام الصندوق مع الاتفاق او التشاور مع محافظ المحافظة على اساس النزول الى عدن لتسيير عمل الراتب وتثبيته بصفة شهرية وتسليم الرواتب المتراكمة حق 6 أشهر الماضية. ويشكو عمال النظافة من تجاهل السلطة المحلية وإدارة الصندوق لمطالبهم ومستحقاتهم المعلقة منذ أشهر. بحبنا لهذه المدينة وحبنا لأبناء هذه المدينة اليوم نرفع الإضراب ونلف القمامة، وخوفنا من الكوارث التي كانت ستسبب كثير من الأمراض وانتشار الكورونا والأوبية، ولكن والله ضميرنا ما سمح لناش أن نخلي القمامة أكثر من كذا، رغم أنه لاقينا وعود ورغم أنه ما طلبنا كالراتب ولن نخرج إلا برواتب حتى نكسي أولادنا، ولكن استشعارا بالمسؤولية لحب هذه المدينة أن اليوم ننظف والله ما استلمنا ريال واحد. ومع أجواء العيد واستقباله بادر كثيرون من شباب تعز في رفع تلك القمامات ومؤازرة عمال النظافة بعد رفعهم للإضراب. طبعا نحن كشباب نهدف من هذه الحملة، حملة النظافة، إلى يعني تجميل مدينة تعز، خصوصا بعد يعني أن تكدست القمامة في الشوارع وأضرب عمال النظافة عن أعمالهم بسبب انقطاع رواتبهم. فكما ترون أمامكم الحال، القمامة تكدست وكان لابد علينا أن ننزل إلى الشارع من أجل أن نقوم يعني حملة مبادرة، وروح المبادرة لا زالت موجودة من أجل إزالة هذه التكدست عن الشوارع. ومع ما حدث فإن الوصول إلى حلول جذرية تنهي كل مشاكل صندوق النظافة هو ما يطالب به عمال النظافة منذ سنوات. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.